اصلا قبل الهوا دكتور، يعني دكتور شريف بيقول لي انا هوندا انا محضر لكم مفاجآت، فانت النهارده هتقول لنا مفاجآت، بس اول حاجه خلينا نشكر حضرتك طبعا على هذا الكتاب اللي هو عنوانه اصلا جذاب، بيتكلم عن اشهر خرافات الفراعنه لدكتور شريف شعبان. طب ممكن نبدا من الكتاب ده، الكتاب ده بيحتوي على ايه؟ اشهر خرافات زي ايه اللي هي الحاجات الماثز يعني اللي هي الناس فاكراها وهي مالهاش علاقه في الحقيقه؟ دي حقيقه، يعني للاسف الشديد في خرافات كتير جوه عقول الناس من زمان، من قديم الازل، من العصور القديمه، من العصور الوسطى ولحد دلوقتي. زي مثلا علاقه الاهرامات باليهود، علاقه الاهرامات بالفضائيين، مين اللي بنى الاهرامات. بس سمعت الفضائيين دي كتير كتير جدا. بس دي يعني بتهيألي دي حاجه تعتبر نسبيا حديثه وعارفين مصدرها جاي منين. الناس اللي هي بتحاول تتمحك في اي حاجه خاصه تنخر اي حاجه طبعًا. يعني اخر حاجه الراجل اللي اسمه ايلون ماسك ده بيقول ان الفضائيين هم اللي بنوا الاهرامات والكلام ده، ورجع قال ده كانت دعابه انا كنت بهزر معاكوا، فكره الزئبق الاحمر وتحضير الجن لعنه الفراعنه دي لغايه النهارده فعلا بقى موجود. يعني صحيح. الناس لحد النهارده بتصدق في الموضوع ده. ما فيش حاجه اسمها زئبق احمر. الزئبق الاحمر دي ماده كيميائيه بتدخل في صناعات الاسلحه الكيماويه، ملهاش اي علاقه بمصر القديمه. اوكي، يعني احنا اشتغلنا في، لكن مش بالمفهوم المتداول عند فئه معينه من الناس، من وتحديدا ان هم بينقبوا عن الاثار والحاجات دي. لا مفيش كده، احنا اشتغلنا في تنقيب الاثار اكتر من 10 سنين ولا لقينا زئبق احمر ولا اخضر يعني ولا اي الكلام ده. اشتغلنا في مشروع اللي هو تحليل المومياوات، اشتغلنا في الدي ان اي والسيتي سكان بتاع المومياوات، ما لقيناش اي حاجه جوه المومياوات من الكلام ده. بمناسبه المومياوات دكتور شريف، لو تسمح لي، يعني انا رحت زرت المتحف، متحف المومياوات، وشفنا العرض للجثث، حاجه محترمه جدا كده. احنا بنتكلم مستوى بقى تاني خالص، مستوى عالمي بجد، يعني حق يقال راح طبعا شاف.